أخرى مباراة أربيل وأمانة بغداد. هذه المباراة انتهت بفوز فريق أربيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لأمانة بغداد. طبعا الأهداف جاءت عن طريق محمد قاسم الصيف هدفين وياسين سامية وشيركو كريم، ورعد فنر سجل هدف أمانة بغداد الوحيد في هذه المباراة. كابتن أربيل يتألق وأمانة شنو هاي أنت تقولها يتألق؟ قول يتألق مع مين؟ مع حيدر. مع يتألق مع حيدر عبد الأمير. عبد الأمير زي وزن القافية. أربيل وجراح أمانة بغداد تتعمق. والله راح أقول لك اليوم سووا لي كتاب. أنا حيدر يعني من المدربين اللي أنا ما شايف ده بالوحدات التدريبية، بس أحياناً تسأل الناس القريبين عليه يقول لك هذا الولد فكرة عالي سليم يعرف يدرب كرة قدم وشخص